السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أهلا بحضراتكم، لقاء جديد. وأما بعد، الحقيقة أن أنا بدأت مع حضراتكم سلسلة حب الله لخلقه، وفي أدلة كتير قوي بتقول إن ربنا بيحب خلقه سبحانه وتعالى. الحب ده بيخليني أنا أزداد حب في ربنا، وباخد ثمار كتيرة جدا تنفعني في الدنيا وفي الآخرة. من أهم الثمار اللي أنا وحضراتكم بنجنيها من خلال يقيننا في حب الله لنا، إن أنا بقى غار لله سبحانه وتعالى. إحنا في حلقة من الحلقات اتكلمت إن من علامات حب الله للعبد ومن الثمار الكبيرة قوي اللي إحنا بنجنيها من خلال يقيننا إن ربنا بيحبنا، إن إحنا هنكون في قمة الشفقة على خلق الله. أنا بحب خلق ربنا، بس خلق ربنا فيهم الطائع وفيهم العاصي، فهل أنا هحب العاصي؟ قلنا إحنا بنحب العاصي بس بنكره المعصية اللي هو بيعملها. ولما العاصي بيرتكب حاجة تجعل الله يغضب عليه، إحنا بنغار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. يبقى الحديث ده بيقول لي إن العباد بيغاروا، ربنا بيغار، وغيرة ربنا إن العباد يعملوا الحاجة اللي ربنا حرمها. عندنا نموذج ومثل رائع جدا في القرآن الكريم بيكلمنا عن الزاوية دي. سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربنا بيقول عن الموقف ده في القرآن الكريم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هنا الآية بتعلمني إنه سيدنا إبراهيم واللي آمنوا مع سيدنا إبراهيم غضبوا جدا من الناس اللي بيعبدوا الأصنام من دون الله، فقالوا لهم إحنا براء منكم ومن الإشراك اللي انتوا بتعملوه وملناش علاقة بيه أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. لما يكون فيه ظلم يبقى ربنا بيغار، وانت كواحد بتحب ربنا لأن ربنا بيحبك لازم تغار. ربنا بيكره الظلم فانت كمان لازم تكرهه. ربنا بيكره الفسق فانت كمان لازم تكرهه. ربنا بيكره الفساد فانت كمان لازم تكرهه. ربنا بيكره أكل مال الناس بالباطل فانت كمان لازم تكرهه. ربنا بيكره ان حد يشرك بيه فانت كمان لازم تكره الاشراك بالله. الغيرة لله ولرسول الله. الغيرة دي بتخليني اغضب جدا من شخص يقع في الله او يسب الله او القرآن او سيدنا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. بقدر ما أنا مشفق عليك من الغلط اللي انت بتعمله والمعصية اللي انت بتعملها، إلا إنه لازم يكون جوايا غيرة. ما ينفعش أشوف حد بيعمل حاجة غلط والغيرة ما تاكلش قلبي. الصحابي الجليل لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيسأله في حتة مرتبطة بالشرف
والراجل غاضب جدا من الموقف اللي ممكن الزوجة تكون فيه. الغيرة أخذت الرجل وأراد إن هو يعمل حاجة من غير تحقق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتعجبون أو أتنظرون إلى غيرة هذا؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. يبقى لما يحصل من حد حاجة غلط إحنا بنغار. ما ينفعش إن أشوف حد بيقع في معصية والغيرة لله ما تاكلش قلبي، والغيرة لله لأن أنا بحب لله وبكره لله. السلطان اللي بيحركنا كلنا مش أشكالنا، مش عشان انت شفت أحمد فشكله عجبك فانت مرتاح له، لا، انت تحب الحق أحسن من حبك لأحمد، انت تحب الحلال أكتر من حبك للأشخاص، انت بتكره الحرام أكتر من حبك للشخص. زي ربنا ما قال في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إنك تغار لله لما تنتهك حرمات ربنا، إنك تغار لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد ينتقص من حق ومن قدر سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا يعني ايه الغيرة لله؟ الغيرة لله تخليني ما امشيش مع حد مصر على معصية واقعد اكل واشرب معاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيه رواية تانية لنفس الحديث بتقول: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما ينفعش يكون هو عاصي لربنا بيشرب خمرة، بيعمل حاجات كبائر وبيعمل معاصي ومصر عليها ومصر يمشي في الغلط، وانت تقعد وتاكل وتشرب معاه. الغيرة لله تخليك تبعد عنه، ده مش غيرة لشخصك. لا، لما ربنا سبحانه وتعالى أذن بإهلاك قرية من قرى بني إسرائيل وقال لسيدنا جبريل إن القرية دي اضربها بجناحك وسو بها الأرض، القرية دي أنتوا فاكرينها كويس قوي، قال له: يا رب مش سؤال اعتراضي. يعني سؤال سيدنا جبريل مش سؤال اعتراضي، لا، ده سؤال عن الحكمة. يا رب القرية دي انت امرت واحنا هننفذ امرك، لا يعصون الله ما امره. يا رب القرية دي فيها فلان وفلان، ده صالح وعابد لك. فربنا قال له: به فابدأ. بالعبد ده بقى ابدأ العقوبة. هو رقم واحد لازم يعاقب. ليه؟ قال له: فإنه كان يرى المعصية ولا يتمعر وجهه في. هي دي الغيرة لله، هي دي الغيرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنا لما ألاقي حد بيعمل معصية، لما ألاقي حد بينتقص من الله أو من القرآن أو من سيدنا النبي أو من زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حد من الصحابة أو السنة النبوية أحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، الغيرة في الله تاخدني وتخليني أغار لله سبحانه وتعالى. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغير هذا بهواه، بل بأمر من الله سبحانه وتعالى. افتكروا قصة القرية اللي أنا لسه مفكر حضراتكم بيها دلوقتي، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل إنه يبدأ إهلاك القرية
وعلى رأس القرية العبد الطائع ده. ليه؟ لأنه كان بياكل ويشرب مع العصاة، وده ما يمنعهوش أبدا أنه يقعد وياكل ويشرب معاهم، لأنه الغيرة في قلبه لله مش موجودة. الغيرة تخليني، تخلي حضرتك، وتخلي حضرتك لو في حد بيعمل معصية نقول له طول ما أنت بتعمل معصية غيرة لله إحنا بعيد عنك، أنت من طريق وإحنا من طريق، لو رجعت تاني طائع لربنا إحنا أحباب، لكن الغيرة لله تخليك تصاحب واحد بيصلي بيصوم بيزكي، الغيرة لله تمنعك إنك تصاحب واحد مصر إن هو ما يصليش ولا يصوم ولا يزكي ولا يصلي ويعبد ربنا. الغيرة لله تخليك تدور على حد زيك بيعمل اللي انت بتعمله من خير ومن طاعة لله، ورحمة بالعاصي ده انت بتبين له موقفك وتقول له لو رجعت عن غلطك انا بحبك وما عنديش غضاضة ابدا ان يكون فيه صداقة وصحوبية بيني وبينك، لكن طول ما انت مصر على الغلط فيه فيصل بيني وبينك اسمه الغيرة لله. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. يا رب نتعلم الفلسفة دي ونطبقها في حياتنا. الفقرة الأولى في حلقتي انتهت، وجه الدور على الفقرة التانية اللي هستضيف فيها الأستاذ إسلام أمين المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، اللي دايما بتعمل مشاريع خير، وده بفضل ربنا ثم بفضل دعم حضراتكم. فاصل وأستقبل ضيفي علشان أتكلم معاه عن كل مشاريع الخير اللي بتعملها مؤسسة نبض الحياة. يتحمل لسقي الماء من مؤسسة نبض الحياة، وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل 2500 وصلة موزعة كالتالي: محافظة الفيوم 1000 وصلة مية، محافظة المنيا 500 وصلة مية، محافظة أسوان 150 وصلة مية بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 1000 متر، محافظة الغربية 200 وصلة مية، محافظة قنا 200 وصلة مية، الأقصر 300 وصلة مية، مدينة أطفيح بالجيزة 150 وصلة مية بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 600 متر. أما عدد إجمالي الأبار اللي حفرناها فكان 320 بير، منها 240 بير تخزين في محافظة مطروح، وعدد 80 بير ارتوازية بعمق أكثر من 55 متر تحت سطح الأرض. أما في الواحات البحرية فعملنا محطة تحلية مياه، وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لمؤسسة نبض الحياة اتصل بنا، يصلك مندوبنا أينما كنت. من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية النظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل 2500 وصلة موزعة كالتالي: محافظة الفيوم 1000 وصلة مية، محافظة المنيا 500 وصلة مية، محافظة أسوان 150 وصلة مية بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 1000 متر، محافظة الغربية 200 وصلة مية،
محافظة قنا 200 وصلة مياه، الأقصر 300 وصلة مياه، مدينة أطفيح بالجيزة 150 وصلة مياه، بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 600 متر. أما عدد إجمالي الأبار اللي حفرناها فكان 320 بير، منها 240 بير تخزين في محافظة مطروح، وعدد 80 بير ارتوازية بعمق أكثر من 55 متر تحت سطح الأرض. أما في الواحات البحرية فعملنا محطة تحلية مياه، وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لمؤسسة نبض الحياة اتصل بنا، يصلك مندوبنا أينما كنت. أهلا بحضراتكم. دايما مشاريع الخير بتولد خير، ولما تفتح باب خير ربنا بيفتح لك أبواب تانية كتيرة جدا. تعهدنا في مؤسسة نبض الحياة مع ربنا سبحانه وتعالى ثم مع حضراتكم إن إحنا نشوف أساس الحياة المية، نشتغل فيها. المية بتطهر الواحد لما يكون محتاج يتوضأ أو يغتسل، وصدق ربنا في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإحنا في نبض الحياة قاعدين بنتكلم، قلنا مية يعني طهارة حسية. طب والطهارة المعنوية؟ الصلاة. يبقى نخش في المساجد، ودخلنا في الاتنين وبنشتغل بكل قوتنا، وده بفضل ربنا ثم بفضل دعم حضراتكم. واحنا شغالين قعدنا نقول لبعض مفهوم الصدقة احنا عايزين نغيره عند المشاهد. احنا عايزين نعمل مشروع على مدار أعوام، احنا وأجيالنا اللي جاية، مشروع ربنا يجعله فاتحة خير على الكل، الكبير والصغير، على البلد، على الأغنياء، على الفقراء. فقلنا طب إيه رأيكو، ما احنا عندنا فلسفة وثقافة عندنا في دين الإسلام اسمها الوقف الخيري، وقضية الوقف الخيري مشهورة عند ناس كتير جدا في مصر وبرا مصر حتى عند غير المسلمين، وفي شركات كبرى مش عايز أقول أسمائها هي وقف خيري لدور العبادة عند غير المسلمين، شركات بتجيب مليارات في السنة. فقلنا وإحنا يعني شمعنا الناس دي ما نعملش إحنا زيهم. فمباشرة ربنا هدانا في نبض الحياة لمشروع وقف النخيل. العقل المدبر للمشروع ده كله إسلام أمين. ربنا يبارك فيك يا دكتور على الكلام الطيب ده. ربنا يبارك فيك. الله يسعدك. الحقيقة الفكرة فكرة قديمة ومتجددة، ونبض الحياة يمكن تكون أحياتها. وانا دايما بقول يمكن احنا ينطبق علينا من سن في الاسلام سنه حسنه، او من احيا سنه كانت لحد ما مهجوره او ميته. النخيل من ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وكان سنه موجوده، وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيحب النخيل وبيزرعه وبيشجع على زرعته لما يقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. يبقى السنه موجوده ولكن نسيناها. بدانا نهتم بالعمران وبنبني وبنعمر وبنعمل، لكن نسينا ان في نخله. هل معقول احنا بنرجع للزمن هنرجع تاني زي ما رحنا مطروح وبنحفر ابار؟ ناس قالت احنا نرجع لايام الابار اليدويه والمطر، واحنا هنرجع بالزمن تاني ونزرع النخل اللي كانوا بيزرعوه من 1400 سنه ايام سيدنا النبي والصحابه؟ ايوه. اكتشفنا ان النخله دي عالميا اصبحت رمز الاقتصاد، لان النخله كل جزء فيها ليه عائد اقتصادي، والنخله مشروع مستمر وممتد وليه كمان اجيال بتطلع منه. وعشان كده قلنا اول وقف نبدا بيه وقف النخيل. لازم نحط خطوط كده تحت كلمة أول وقف، لأن احنا في نبض الحياة عندنا مشروع لإحياء الوقف، مش مجرد أن أنا أزرع نخلة أو أعمل مزرعة أو أعمل اثنين أو أعمل ثلاثة، أنا بحيي فكرة الوقف عند الناس. لما تشوف حضرتك تتعجب لما احنا بدأنا نطلق مشروع وقف النخيل ونقول للناس اتبرع بنخلة، فلا اللي بيتصل بي ويقول لي طب أنا عاوز اتبرع بجهاز في مستشفى، طب أنا عاوز اتبرع بوقف لطالب علم، طب أنا عاوز اتبرع بوقف كذا بوقف كذا بوقف كذا. يبقى أصبح الناس بدأ يتحرك عندها فكرة الوقف الخيري، ده اللي خلانا نقول وقف النخيل. طب ليه النخلة؟ ليه اخترنا موضوع النخلة ده؟ احنا كنا ممكن نقول وقف
اي نوع من الاشجار او وقف مصنع او نعمل حاجه فيها اسهم وناس تستهين فيها. ليه قلنا النخيل؟ لان النخله ليها كده عند المسلم دايما حته روحانيه وايمانيه كده، دايما لما يسمع النخله يفتكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان شجرك المؤمن، فيقول اه ده النخله دي سيدنا النبي ذكرها. لما نقول نخله يفتكر الايات اللي اتكلمت عن النخل وقد ايه النخله كانت دايما رمز العطاء. فقلنا النخله هي اولا مدخل يعني لطيف لاحبابنا اللي بيحبوا يعملوا الخير المرتبط بالمفهوم والموروث الثقافي والديني. فقلنا هنعمل نخله. لما ندرس السوق حوالينا، هل في حد تاني عمل وقف النخيل؟ في حد اهتم بموضوع وقف النخيل ده؟ لقينا تجارب، ولقينا تجارب على فكره في مصر وبره مصر. يعني احنا مش هنطلع نقول نبض الحياه المؤسسه الاولى اللي ابتدعت فكره وقف النخيل، لا، هي فكره موجوده لقينا الناس مطبقاها في دول تانية زي السعوديه مثلا، وفي وقف اسمه وقف الرجحي، يعني مئات الالاف من النخيل وليه عائد 2.5 مليون نخل. عدد ما شاء الله. لو بصينا على مصر في بعض الجمعيات اللي طبعا هي يعني ضاربه في عمق التاريخ وليها اثر ملموس في مصر كلها والاماكن بتاعتها بتخدم مصر من اسوان لاسكندريه، جمعيات كبيره ومعروفه عندها وقف نخيل وبيعملوا وقف نخيل. لكن يمكن الجمعيات تناولت موضوع الوقف ده انها بتستثمر الاموال اللي موجوده عندها، هي جمع التبرعات، الناس ادتها تبرع استثمرته في الوقف وبتصرف العائد منه، وده شيء كويس واحنا كمان بنشجع عليه. لكن احنا في نبض الحياه عملناها ازاي؟ حبينا المتبرع يبقى شريك في القرار ده. اطلع اقول له انا عاوز منك صك نخله، هو عارف دلوقتي انا متبرع مع نبض الحياه بنخله قيمتها 5000 جنيه ومكتوب له عقد بيقول له النخله دي بتدي لك في الارض بتاعه المزرعه 64 متر ارض، وبتدي لك في شبكة الري كم متر في الشبكة، وبتدي لك في الخدمة حصة كم على كم من العامل. أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل مشروع استثماري وفي ثلاثة شركة، المتبرع والمؤسسة وطرف ثالث مهم جدا الفقير المستفيد. لما حضرتك بتدخل مشروع إيه اللي بيتم؟ بيبقى واحد مساهم مع مساهم تاني وبيعملوا كل سنة الأرباح بتاعتهم، كل واحد ياخد أرباح لوحده. طب أنا هنا مين اللي بياخد الأرباح في الآخر؟ المؤسسة طرف والمتبرع طرف والفقير الطرف الثالث. المؤسسه تشتغل وتستثمر والمتبرع يديها فلوس اكتر وتشتغل، وفي النهايه العائد يروح لمين؟ مين بقى اللي يقبض في الاخر؟ الطرف الثالث بتاعنا ده، الفقير ده. وكانه هو قاعد في البيت ما عندهوش مصدر دخل، عنده مشروع بتاعه شغالين فيه طول السنه، ونروح نديله اخر السنه كسوه عيد، نروح نديله اخر السنه جواز بنته اليتيمه، او جهاز في مستشفى، او نديله جهاز في مستشفى، او نديله بير، او نديله اخر السنه وصلت ميه. هو لا حول له ولا قوه، ولكن سبحان الله ربنا ييسر له اهل الخير اللي يساهموا في مشروع باسمه ومعاهم عقد وليهم ارباح سنويه، بس ما بيقبضهاش، بيدخروها هناك في الحصاله اللي في بيت الفقير الثاني. هسالك بقى سؤال شخصي شويه، يعني اتفضل. احساس اسلام امين مع كل اتصال بيجي بنخله او اكتر؟ يعني هو احساس طبعا جميل جدا ما يتوصفش، لكن الاحساس اكتر لما الاقي متبرع بيقول لي ايوه ده احنا بندور على حاجه بالشكل ده من زمان، احنا عملنا معاكم بير، عملنا معاكم وصلات ميه، يا ابني انت فاكرني؟ تتصل بيا الام كده وتقول لي يا ابني انت فاكرني؟ انت اللي ببعت كل شهر من معاشي، انا بدور من زمان على حاجه بالشكل ده. عارف زي ما يكون هو حلم كده عند كل الناس ان يبقى عندها صدقه بيطلع منها صدقات وبتنتج، بس مش عارفين يبلوروه، مش عارفين يوصفوه. انا بعمل كل سنه بير، او بعمل كل شهر وصلت ميه، بتبرع كتير، بس في انا عاوز اعمل حاجه تبقى مستمره قوي، تدي كتير، مش فاهم هي ممكن تبقى ايه. اول ما نبض الحياه طلعت كده على السطح وطلعت وقالت وقف النخيل، الناس كلها بتقول نفس الكلمه دي، ايوه هي دي اللي احنا كنا بنفكر عليها ومش عارفين نوصفها ومش عارفين نمسكها، نقول هي دي. لا انتوا جبتوها لنا وطلعتوها ولقيناها، وان شاء الله هنساهم فيها او بالفعل بنساهم فيها. المتبرع دايما واخد على ان انا هتبرع دلوقتي الصدقه هتروح في المكان مباشره. صحيح. ما خدش باله ان احنا بناخد منه دلوقتي وهنزرع في شهر 2. السؤال بتاع حضرتك مهم جدا، لان احنا لما بنعمل وصلات الميه بنقول للمتبرع 10 ايام والميه تبقى في بيت الفقير اللي محتاجها. لما بناخد تبرع البير على الرغم ان الابار ما بتشتغلش غير في الشتاء مع المطر، لما ينزل المطر البير يتملي. بس بنوعد المتبرع اول ما نحفر البير حتى لو في شهر 7 او في 8 في الصيف هنبعت عربيه ميه من شركه الميه تملاها. احنا ليه بنبعت عربيه الميه؟ عشان الثواب يحصل على طول. حفر البير في 7 مش هيستنى ليناير او يستنى فبراير، لا ده على طول الاجر يشتغل. طب النخيل، وده مشروع زراعي والزراعه من المعروف انها مواسم وفصول، وخاصه الفاكهه، في فاكهه في الصيف وفاكهه في الشتاء، ده مش موضوع مش اعتباطا، ده هي في نباتات بتنمو في الصيف ونباتات تنمو في الشتاء، ونباتات تنمو الفاكهه بتاعتها في الصيف وجذورها في الشتاء.
ونباتات تنمو جذورها في الشتاء وفاكهتها في الصيف. فالموضوع مختلف تماما. البلح بيطلع امتى؟ في الصيف. الجذور بتاعته بتنمو امتى؟ في الشتاء في شهر 2. وبالتالي انا حتى لما بجمع لوقف النخيل دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بنجيب الشجر بنجيب الفسايل، لكن هنزرعها امتى؟ هنزرعها في الشتاء في شهر فبراير، لان لو زرعت دلوقتي مش هينمو ليها جذور ومش هتطلع. طب بنعمل ايه علشان نختصر المسافه من دلوقتي لشهر فبراير؟ انا هشوفكم دلوقتي وهبعت تبرع لوقف النخيل، هتاخدوا مني 5000 جنيه، هتعملوا ايه؟ هنشتري فسيله، والفسيله احنا في نبض الحياه بنشتريها من يعني من بنفصلها من امها، بنروح لمشتل عنده نخيل عنده نخل ونفصل الفسائل بتاعته دي من امها، تتنقل على ايه بقى؟ على صوبه او على مشتل تاني مهيئ بجو معين تنمو فيه بسرعه وتكون جذور. وبعد ما تكون جذور ناخدها ان شاء الله في فبراير في احتفاليه كبيره من دلوقتي بنجهز لها، والناس تزرع معانا النخله بايديها. طب ما انا هتبرع في فبراير، ايه اللي يخليني اتبرع من دلوقتي؟ انا شايفكم وتقولوا عاملين وقف نخيل وقف خيري وعاملين له حمله اعلاميه كبيره وبتحص الناس كلها على التبرع في وقف الخير ده. طب ما اتبرع في فبراير والنخله تزرع ساعتها. طب والارض هجيبها منين؟ طب شبكه الري اجهزها ازاي؟ طب العمال اللي هيجوا وهيعيشوا في المكان اللي فيه المزرعه ده اجيبهم منين؟ اروح بقى اجيبهم في فبراير؟ طبعا ده مش هيحصل. احنا مجهز المزرعه من دلوقتي، شبكه ري، حفر ابار، تمهيد للتربه، حفر الجور، شراء الفسايل وزرعتها في المشتل، وان شاء الله في فبراير تتنقل علشان بعد سنه او سنتين بالكثير يبقى العائد بتاعها مغطي مشاريع الخير اللي اتفقنا عليها في التعاقد. طيب ممكن حد يسالك ويقول لك انت ليه عامل صك النخيل ب 5000؟ ليه مش اقل من كده؟ من المعروف ان النخله انواع، واحنا هنا في مصر ما شاء الله يعني حتى الناس البسيطه تروح كده عند بتاع الفاكهه تشتري البلح، عارفه البلح الاحمر والبلح الاصفر والبلح السيوي والبلح السمالي، انواع من البلح. هل كلها بسعر واحد؟ لا، في نوع بلح ب 5 جنيه وفي نوع بلح ب 3 جنيه وفي نوع بلح ب 40 جنيه. وبروح اشتري في رمضان البلح، بخش على المحل بتاع البلح في رمضان بلاقي بلح بكام؟ ب 10 جنيه وب 20 و 30 و 40 و 50 و 100 و 120، صح كده؟ ما هو كله بلح. النخل كذلك، ما هو كله نخل. والغير متخصص لما يدخل يشتري بلح بيقول له اديني كيلو بلح، اجيب لك نوع ايه يا استاذ؟ يقول له هات لي بلح ينفع للبن، هات لي بلح ينفع للعصير، لكن ما يعرفش يقول له اديني بلح مجدول او اديني بلح مش عارف سيوي او اديني بلح كذا. المتخصص بس هو اللي يعرف الحته دي، ودايما اللي يدوق البلح ويعرف فرق فيه يعرف ده. احنا هنا عشان تخصصنا في موضوع النخيل عرفنا ان مش كل شجره او مش كل نخله تطرح نفس النوع اللي عائد اقتصادي. ما ممكن اخد من حضرتك دلوقتي 100 جنيه واشتري بيها فسيله وازرع الفسيله، هكتشف امتى نوع البلح؟ لما يطلع. هكتشف بعد ما يطلع ان البلح ده بلح صعيدي ملوش سعر، او اكتشف ان البلح ده بلح زغلول الاحمر ده اللي بنشتريه وبرده ملوش سعر. ملوش سعر يعني ب 3 جنيه ب 4 جنيه، لكن احنا متخصصنا في نوع من البلح الفسيله بتاعته ب 1850 جنيه، اسمها برحي، ومش اي برحي كمان، برحي فرنساوي مش برحي انجليزي. شوف بقى التخصص اكتر، احنا قلنا برح نخش يعني في البرحي. يعني ايه فرنساوي وانجليزي؟ البلح ده زي ليه عائلات، والنخل ده ليه سلالات، ويتقال لك النخله دي مصدرها العراق واتنقلت من العراق اتزرعت في الجزائر واتنقلت من الجزائر اتطورت مش عارف في المغرب واتنقلت في مصر صفاتها الجينيه اتغيرت. فاحنا جايبين بلح فرنساوي مش انجليزي، النوع الانجليزي سعره كمان اقل والنوع السعودي سعره اقل. فاحنا جايبين فسيله 1850 جنيه وقطعه ارض بتاخد النخله الواحده بتاخد 64 متر ارض، النخله الواحده بتتزرع في 64 متر ارض بالاضافه لشبكه الري. فال 5000 هم مش ثمن الفسيله، ده ثمن الجزء ده في المشروع، السهم في المشروع ب 5000 جنيه. طب ما في ناس بتعرض اقل منك في السعر. خلينا الاول نقسم الجمله معلش نصين، في ناس بتعرض انا بقول الحمد لله ويا رب يوفقهم ويزرعوا اكبر كميه نخيل مش اقول في مصر في العالم. ليه؟ هو مين اول حد لفت انتباه الناس قال لهم يا جماعه في حاجه اسمها وقف نخيل؟ نبض الحياه. يبقى يا رب كل الناس تزرع نخيل وناخد اجر ومن يساعدونا ومن سن في الاسلام. صحيح، ويبقى احنا كمان سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. يا رب وفقهم يعملوا بيها وتنجح. بس انا عاوز اقول شويه ملاحظات. هو 4000 دول هيشتروا ايه ولا ايه؟ هيشتروا الفسيله البرحي ولا هيشتروا فسيله مجدول ولا يا ترى هتجيب اي فسيله وتزرعها
عشان تبقى نخله والسلام، لا احنا مش هدفنا نخله والسلام، هدفنا نخله ليها عائد اقتصادي كبير، فالناس ان شاء الله تجتهد وتعمل، يمكن يكون عندهم مصدر بيوفر نخله ارخص، ويمكن يكون لقله الخبره نعذرهم هيجيبوا نخل من مستوى اقل شويه او نخل صعيدي او نخل كذا، ونقول يا ريت تحسنوا الجوده وتهتموا بالنخل البرحي والمجدول، ده العائد الاقتصادي بتاعه اعلى، والناس برضه باذن الله تتعاون معاكم، ويبقى لينا اجر في كل الخير ده. الناس هيشوفوا تقرير معانا دلوقتي واحنا نشوف معاها، واسلام هيقول للناس امتى هتشوفوا مزرعه نبض الحياه بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي في التقرير ان شاء الله. امتى مزرعة بتاعت نبض الحياة؟ موجودة الآن في منطقة وادي النطرون على بعد 40 كيلو تقريبا من القاهرة بعد بوابات مصر اسكندرية الصحراوي. هتروح هناك هتلاقي المزرعة موجودة عليها اليافطة وعليها لافتات بأسماء النخيل بأسماء المتبرعين، لكن مش هتلاقي النخيل. النخيل موجود في المشتل هيتزرع في شهر 2، امتى يبقى بالشكل اللي بنعرضه؟ ايوه امتى؟ المزرعة اللي احنا بنشوفها دي وإنتاجها ده، المزرعة دي عمرها 9 سنين. يبقى بالشكل ده بعد 9 سنين. لكن امتى المزرعه بتاعتنا هتنتج اقصى طاقه الانتاج وتبقى بعد سنتين من دلوقتي؟ يعني نتحاسب بعد سنتين من دلوقتي، نتقابل ان شاء الله في البرنامج ويكون معانا صور وفيديو للمزرعه بتاعتنا. وعلى فكره المزرعه مش بعيده، واكد تاني على بعد خطوات من القاهره، تعالى وقضي يوم مع اولادك في المزرعه، اقول لهم انتوا هنا لكم 64 متر ارض فيهم نخله عملتها على روح جدك او على روح جدتك عشان يبقى صدقه جاريه. يقينك في الله انك هتنجح ان شاء الله لاي حد. لحد يقيني في الله؟ ملوش حد طبعا يعني. لحد كبير طبعا. بقى لك كم شهر دلوقتي بنعرض وقف النخيل؟ احنا الحمد لله في الشهر الثالث، واحنا في الالف الثانيه، الالف النخيل الثانيه الحمد لله. في النص الاول ولا الثاني؟ في النص الاول من الالف الثاني، يعني هو معدل تقريبا 20 نخله كل يوم. مبسوط؟ طبعا الحمد لله. حاسس ان انت هتوصل للهدف؟ الهدف ان احنا في يوم من الايام ما نعلنش ابدا على الشاشه واحد فقير او محتاج. ما اطلعش اقول انا عاوز وصله ميه، ما اطلعش اقول انا عاوز احفر بير، اطلع اقول بس انا عملت 1000 وصله ميه من مزرعتكم يا اهل الخير، عملت 100 بير من مزرعتكم يا اهل الخير، احنا السنه دي بنينا مستشفى من مزرعتكم يا اهل الخير، هو ده الهدف الحقيقي. سالتك السؤال ده وهساله تاني. حدود عقل اسلام عايز نعمل كام نخله؟ خلينا نقول نعمل لكل فقير نخله، احنا عندنا كام فقير بقى؟ سؤال عكسي كده، عندنا كام فقير؟ لكل فقير نخله تصرف عليه؟ عشان هو محتاج، لكل مسن قاعد في دار مسنين محتاج حد يدفع له. خلينا نقول رقم. خلينا نقول رقم، انا عاوز 2020 ما تعديش الا وانا عندي 5000 نخله. يعني احنا دلوقتي ده خلاص، ده فاضل شهر. فاضل شهر بس، الناس ممكن تكون مستنيه تشوف جزء من المشروع، مستنيه تشوف الارض، مستنيه تشوف الشبكه، مستنيه تقول هو انا هبقى اول واحد يدفع؟ مش يمكن يطلع الموضوع لسه مش 100 100، مستنيه لما يطلع النهارده ونقول في 1200 واحد تبرعوا، انت ما كنتش منهم. حاول تلحقه. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الحوار ده مع الأستاذ إسلام أمين المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. كل أعمال الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة، من حفر أبار في الصحراء وتوصيل المياه لبيوت الغير قادرين في القرى والنجوع وعمارة المساجد والمساعدات العينية، كل دي أعمال بتشيل من على كاهل الناس عبء كبير وبتلبي كتير من متطلباتهم المعيشية. كنا بنجيبوا مية من حوالي 7 كيلو، نتعب كتير من البير ده ما بيريحنا. انا مبسوطه قوي ان انتوا ركبتوني العداد، انا ما كانش عندي ميه، كنت بجيب ميه من الجيران اللي بيديني واللي مش موجود واللي قافل بيته، كنت بجيب من كل مكان ميه، لكن انا النهارده مبسوطه يعني ان انتوا ركبتولي عداد واللي انا عندي ميه، انا عندي اطفال صغيره، كنت بروح اجيب ميه من الجيران اشطف واغسل واعمل، طبعا انا كده ارتحت ومبسوطه، وانا بشكركم ما اعرفش قد ايه ان انا اشكركم. اللي انت جبت لي عداد وانت ركبت لي ميه وانا بقى عندي ميه في بيتي. الحمد لله رب العالمين. هذا المسجد لو انت شفته قبل البنايه كان حاجه يعني عباره عن اوضه فقط لا غير، اما هذا اصبح صرح عظيم بفضل هذه المؤسسه العظيمه التي قامت بهذا العمل الجليل الذي يخدم الانسانيه كلها ويخدم اهل المنطقه بالكامل، وهذا الوجه لله سبحانه وتعالى.
وعشان نستمر كان لابد من وجود مصدر داعم ومستمر، ومن هنا بدأت فكرة مشروع وقف النخيل الخيري اللي بتتبناها مؤسسة نبض الحياة. اللي شايفينه حواليا ده أبار بنحفرها، وصلات مية بنوصلها، مساجد بنبنيها، أيتام بنكفلها، هو ده الخير اللي حواليا. إزاي؟ كل ثمرة من الثمار دي لما نجمعها محصولها يتوجه لعمل وباب من أبواب الخير. هو ده الخير في نبض الحياة، هو ده وقف النخيل اللي نبض الحياة أسسته وأنشأته علشان العائد منه يتوجه لكل مشاريع الخير اللي حضراتكم بتحبوها. أنا عايز أغير مفهومك عن العمل الخيري. العمل الخيري مش إنك تدفع في جهة من الجهات 1000 أو 2 أو 10 أو 100 أو 1,000,000 وتنتهي الفلوس دي في المشاريع اللي بتتعمل وأمور الخير اللي بتتعمل وخلاص. لا 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 يا رسول الله، أرأيت إن أعطيتهم هذه ألي نخلة في الجنة؟ قال نعم، لك بها نخلة في الجنة. أيها الأحباب، أوقفوا واحفظوا لأنفسكم خيرا تجدوه عند الله، أوقفوا الخير لأهل الخير لأنكم أنتم أهل الخير. أهلا بحضرتكم. التقرير اللي احنا شفناه عمل خليط بين المشاريع اللي احنا بنعملها وبين وقف النخيل اللي احنا بادئينه مع حضرتكم بقالنا أكتر من شهرين. التقرير ده الأستاذ إسلام عايز تقولي من خلال التقرير؟ يمكن أول ما التقرير ما اتعرض الناس بتقول ده إيه ده، احنا نتكلم عن النخيل ولا طلع مساجد ولا طلع أبار ولا طلع تقرير مية ولا أنتوا اتلخبطتوا في التقرير؟ لا، هو التقرير مقصود بالشكل ده إن احنا نقول للناس شايف الوصلات دي، شايف الأبار دي، شايف المساجد دي، كل ده في النخلة دي. مش معنى كده إن أنا بقول لأهل الخير ما تتبرعوش للمساجد، ما هي نبض الحياة بتبني مساجد. مش بقول لأهل الخير ما تتبرعش للآبار، بالعكس إحنا عاوزين نحفر مئات الآبار. مش بقول ما تتبرعش لوصلات المية، إحنا عاوزين آلاف وصلات المية. لكن بقول اتبرع النهاردة بوصلة مية، لكن فكر في بعد كده مين هيتبرع لوصلة مية؟ لو أنت توفق الله دلوقتي مين هيعمل لك الوصلة دي؟ اعمل نخلة والنخلة دي تبقى هي المشروع الاستثمار اللي يدخل العائد لوصلات الميه، فيحصل منها وصلات ميه ويحصل ابار ويحصل كذا. لو حضرتك لاحظت في التقرير ان كان كله انجازات، ناس طالعه بتقول شكرا انتوا حفلتوا لنا بير، ناس طالعه تقول شكرا انتوا وصلتوا لنا ميه، ناس بتقول شكرا انتوا بنيتوا لنا مسجد. انا بقى عايز دايما برامجنا تبقى كده، نعرض فرحه ونعرض انجاز والناس تقول شكرا. طب هو شكرا ده بناء على ايه؟ احنا جبنا الفلوس دي منين عشان نعمل الانجازات دي؟ مش هتكون غير من وقف النخيل. وقف النخيل لما هتعمله هيدخل لك العائد ده كله. طب حد دلوقتي يقول لي انا لما بتبرع معاكم بتدوني ايصال التبرع وانه مكتوب فيه وصله ميه، وبعد 10 ايام بكلمكم بتبعتوا لي صور وصله الميه. طب في النخيل الوضع هيكون ايه؟ احنا في وقف النخيل عملنا عقد اسمه عقد للنخيل او عقد وقف النخيل. وليه المشروع ده بالتحديد اللي عملنا له عقد؟ لان المشروع ده وقف خيري. الوقف الخيري يعني ما ينفعش يتبدل. هو النهارده اسلام امين مدير مؤسسه نبض الحياه، ممكن بكره ما يبقاش موجود يبقى حد غيره، ممكن بعد سنة رئيس مجلس إدارة مش موجود ومجلس إدارة كله ما يبقاش موجود يبقى حد غيره، ممكن بعد 20-30 الله أعلم بالسن كلنا ما نبقاش موجودين، حتى المتبرع نفسه ما يكونش موجود. لكن احنا عاوزين العقد ده علشان أي حد يجي في مؤسسة نبض الحياة بعد كده يبقى ملزم بتنفيذ اللي في العقد، لأن ده وقف خيري ما ينفعش يتبدل. أنا وقفت نخلة لكفالة الأيتام، يبقى إسلام هينفذها كفالة أيتام، اللي يجي بعده ينفذها كفالة أيتام، مجلس الإدارة يتغير ومجلس الإدارة غيره برضه يصرفها في كفالة الأيتام لأنها وقف خيري. طب أنا عملت مجموعة من النخيل ووقفتها على وصلات المية، أنا عاوز العائد من العشر نخلات بتوعي دول يروح في وصلات المية إلى قيام الساعة، تضمنها منين؟ أنا أضمنها طول ما أنا موجود، لو بالكلمة، لو بالإيصال هضمنها طول ما أنا موجود، لكن إزاي أسلم الوقف ده للي يجي بعد مني؟ واللي بعد مني يسلمه للي بعد منه، وازاي؟ عن طريق العقود اللي احنا عملناها، عقد وقف النخيل علشان المسؤوليه تبقى مشتركه ما بين المتبرع يأمننا الامانه والامانه مكتوبه واللي يجي بعدنا ينفذها زي ما امر وطلب المتبرع الكريم. بالنسبه للفتره الزمنيه اللي انت عايزها عشان تعد فيها المزرعه. المزرعه احنا النهارده واحنا بنتكلم مع بعض في الحلقه النهارده العمال هناك شغالين بيعملوا خطوط، ويمكن حضرتك شفت معانا الاسبوع اللي فات كنا بنمهد الارض.
تاني يوم من التمهيد على طول جبنا خطوط المية وبدأنا نعمل التوصيلات. وحاليا احنا شغالين كمان في ان احنا نعمل الوصلات الفرعية بتاعت النخيل. كل نخلة بيبقى ليها وصلة فرعية، لان النخل بيتروي بطريقة علمية معينة. على فكرة انا استغربت جدا لما لقيت الدكتور بيكلم مهندس الري بيقول له انا عاوز كل نخلة يروح لها مش عارف في الساعة كام لتر مية. ايه ده، هو الموضوع للدرجة دي انها بتشرب بالساعة وباللتر؟ وفي عمر كذا تشرب كام لتر، وفي عمر كذا تشرب كام لتر، وفي يوم ايه في الشهر يتحط لها علاج معين، وفي يوم ايه يتحط لها سماد معين في المية. كل ده كأن بالظبط كده عندي حد بيتغذى بأنابيب وبحط له محلول معين في يوم واحد ومحلول تاني يوم اتنين، وفي لما تكبر وتبدأ تبشر بالبلح احط لها نوع معين من التغذية. فلقينا ان احنا بنعمل شبكة مش مجرد مواسير وخراطيم وموضوع عشوائي كده، لا دي شبكة بتحسب كمية المية اللي نازلة عند كل نخلة قد ايه. فالحمد لله الشبكة شغالين فيها دلوقتي والنخل موجود وهنبدأ ننقله في شهر اتنين، احنا جاهزين على الزراعة. يبقى كل متبرع دلوقتي بيتبرع خلاص عارف النخلة بتاعته مكانها فين، مع عقد مكتوب له النخلة بتاعته فين وهتصرف ان شاء الله عليه. الواحد دايما متربي على انه مستعجل، صحيح، فنفسه يحط يلاقي، يبقى زي الناس اللي بتبعت لي دايما 8000 جنيه، رقم 8000 ده من اول ما عملنا صكوك النخيل واحنا متعودين عليه، ما حدش بيبعت خمسه على فكره، كله بيبعت 8. اشمعنى؟ وصله ونخله. اشمعنى؟ وصله ونخله، انا عايز وصله تديني حسابات بسرعه من دلوقتي ونخله على المدى البعيد. ده الرقم ده على فكره انا بسمعه تقريبا يوميا، بنقول وقف النخيل ب 5000، واضحه؟ وقف النخيل 5000 جنيه، يتصل المتابع يقول 8. ليه يا حاج؟ وصله ونخله. انا عايز وصله دلوقتي في اسكندريه اللي انتوا اعلنتوا عنها اللي فيها وصلات ميه بتعملوها، او في الفيوم او في المنيا، واعمل لي يا ابني نخله تعمل لي كل سنه وصله ميه. بتقول ايه للمتبرعين اللي بيشوفونا دلوقتي وما زال جواهم لسه شويه ايه؟ بصوا هو احمد بيتكلم واسلام معاه، فهم يعني احنا عايزين نملا ايدينا قوي، تقول لهم ايه؟ ما تيجي معانا، يلا فرصه يوم جمعه، تعالوا نتفق، اتصلوا بينا على الارقام دلوقتي بتاعت المؤسسه اللي على الشاشه، اتصل بينا دلوقتي حالا نقول انا هتبرع في المزرعه مش هتبرع غير هناك. ينفع؟ ينفع. وممكن نقول لهم حاجه ثانيه؟ ممكن نقول حاجه ثانيه، اكتب العقد وادفع جزء من التبرع وبعد ما تشوف نخلتك ادفع الباقي. ينفع؟ كمان ينفع يعمل كده، نخله بالتقسيط. تعالوا نشوف التقرير الثاني في الحلقه بتاعت النهارده، وارجع اشاغب في الراجل ده ويشاغب فيا. وكان اختيارنا للنخيل تحديدا للأسباب دي. أولا إن التمور مصدر غذائي عالي القيمة، سهلة التخزين والنقل والتداول، ويمكن إنه يتوفر على مدار العام في صورة طازجة أو مصنعة. ومن هنا بتيجي القيمة الاقتصادية بتاعة النخيل. انت زرعت نخلة برحي، النخلة البرحي ديت ليها شقين من الأهمية، الشق الانتاجي بتاع البلح والشق الاستثماري الأكبر اللي هو الفسائل. فعشر نخلات من دولت، عشر نخلات برحي يزرعوا لك فدان خلال 10 سنين. الصنف ده يا جماعة من أهم الأصناف العالمية اللي لها تسويق عالمي، صنف قوي جدا، نخلة ما شاء الله الإنتاجية بتاعتها في مصر بتصل لحوالي 250 كيلو للنخلة الواحدة متوسط إنتاجية. ثانياً إن منتجات النخيل بتدخل في العديد من الصناعات زي الأثاث المنزلي وغيرها. توفير فرص العمل ومعالجة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن البطالة. زراعة النخيل بتتطلب خدمات في أوقات محددة، زي خدمات الجمع، خدمات التلقيح. ففي الأماكن اللي هي الجديدة سواء في الجنوب عندنا في الصعيد، وعندنا عمالة مشكلة عمالة كبيرة، أو في الصحراء الغربية دوت هيمتصها. المشروع الجديد اللي أنا هعمله هياخد العمالة دي ويشغل الناس. رابعاً التأكد من جدوى المشروع الاقتصادية بعد الرجوع للخبراء الزراعيين المختصين في المجال ده، ونجاح التجربة على أرض الواقع في أكثر من مكان. والله
احنا عايزين كل مصر يبقى فيها جزء للخير كمشروع خيري دوت مشروع عظيم، واحنا هنبقى في ديل الامم اللي هي بتعمل كده، لان السعوديه عملت كده بمشروع الرجحي واكبر مزرعه في العالم اللي هي اكبر وقف خيري في العالم. مستمرين في دعم الفكر الجديد وفكر مؤسسه نبض الحياه الراقي اللي ان شاء الله باذن الله هيحظى بقبول جميع المستثمرين وكل رجال الاعمال في مصر، وان شاء الله رب ندعمهم على فعل الخير. مشروع وقف النخيل الخيري محتاج لتكاتف اهل الخير من محبي الصدقه الجاريه. تقدر تشارك بصك قيمته 5000 جنيه، شارك بصك او باكثر. مشروع وقف النخيل الخيري، عويد بنوجهها لكل ابواب الخير. اهلا بحضراتكم. قبل ما اشوف التقرير بقول للاستاذ اسلام، اما يكون اسلام واحمد ومعانا فريق عمل، لما يحب يكلم حضراتكم في الحث على الصدقه بتعمل ايه؟ المشايخ والعلماء الافاضل يطلعوا يكلموا الناس عن فضل الصدقه ويحثوهم على الصدقه، والحمد لله الناس بتستجيب. لما نحب نكلمكم عن التنظيم الاداري داخل مؤسسه نبض الحياه بجيب اسلام عشان يتكلم معايا، لانه هو المدير التنفيذي والمدير الاداري وهو العقل المدبر في مؤسسه نبض الحياه، فبجيبه عشان يكلمني في الحته دي. طيب لما قلنا يا وقف نخيل، اول خطوه عملتها ايه؟ المتخصص لازم، احنا على فكره مش في النخيل بس، في كل انشطه المؤسسه. لما باجي ابني مسجد مهندس يرسمه، لما اجي اعمل ابار، وحضرتك سافرت معانا وشفت الابار، يجي المهندس هناك يعمل ابار، بالرغم ان انا البير ده ممكن اقول ده ما هو نفس البير، هو بنفس الحفره اعملها انا، لا، لازم يكون في مهندس متخصص بالابار، مهندس متخصص بالمساجد. في النخيل دكتور استشاري للنخيل، ودكتور تاني استشاري لمكافحه افات وامراض النخيل. ما انا ممكن ازرع مزرعه شكلها يفرح وهبقى جميله جدا وتنتج بعد 9 سنين، بعد 10 سنين يجي لها سوسه النخيل، ربنا يعافينا يا رب. سوسه النخيل دي تنزل على المزرعه تقضي عليها كلها، يبقى لا بقى في وقف ولا مش وقف، خلاص انتهت. يبقى لازم يبقى عندي استشاري لمكافحه سوس النخيل، واستشاري للتسويق، ما انا ممكن النخل بتاعي يطرح وبقى عندي اطنان من البلح، هتروح فين؟ لو سبتها يوم او يومين عن ميعادها فسدت، واصبح كل المحصول اللي بتكلم فيه النخله بتجيب لي اكتر من 7000 جنيه يا فرحتي. لو ما عنديش حد متخصص جاهز ياخد النخل ده يسوقه ويبيعه، المشروع يفشل فشل ذريع. وعشان كده احنا مشروع وقف النخيل بتاعنا بيرتكز على استشاريين متخصصين، وحتى العمال اللي شغالين في المزرعه عمال حرفيين متخصصين في موضوع النخيل، حتى مش في الزراعه العاديه. لما نيجي نكلم الناس دي نقول لها احنا عاوزين نزرع نخل، بيبتدي يحصل بيننا وبينهم كده لغه حوار مبنيه على حبنا احنا الاثنين للنخل. هم بيحبوا النخل يمكن لان هم شاربين العمل في النخل، يعني حد زي الدكتور محمود نجار اللي كان بيتكلم في التقرير، مصري زرع النخل في مصر وسافر امريكا 30 سنه يزرع النخل هناك، ورجع تاني مصر علشان يعمل مشروع كبير للنخل في مصر في الوادي الجديد، ولما لقى فكره وقف النخيل انا معاكم من النهارده، ده هو ده اللي انا نفسي اعمله في بلدي. الناس اللي بتشتغل في النخل بتحبه، والمتبرع اللي بيتبرع في النخل برضه بيحبه، والقصص في ده الحقيقه كتيره جدا، لان انا لقيت ناس بتسمي تقول لي انا حبيت موضوع النخل ده، انا يا ابني هعمل معاكم نخل انا حاسس اني بحبها، ودي كلمه قالت لي كتير. انا حاسس ان انا بحبها. أنا نفسي لما بدأت الشباب في المؤسسة يعرضوا عليا مشروع وقف النخيل، أنا صريح وأقول لكم على الهوى، ما كانش عندي معلومات عن النخل، بس الكلمة دي حركت جوايا حب عظيم جدا للنخل، خلتني فيه ارتباط. لقيته فين بقى؟ لقيت الحب ده فين؟ لما رحنا المزرعة عند الدكتور عبد العزيز سرور، وأنا استضافته قبل كده وطلع معايا واتكلم عن المشروع، لقيت والله على ما اقول شهيد كانه في سر بينه وبين كل نخله في المزرعه. لقيت ان هو كانه في حوار صامت، بس حوار قوي جدا وحب قوي جدا بينه وبين كل نخله. افتكرت ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. لقيتها النخلة، قلت
حط إيدك على الكنز الثمين ده وتعالى نشتغل بكل قوتنا في مؤسسة نبض الحياة عشان نعمل أكبر وقف خيري في مصر وفي الوطن العربي. تعالوا نشوف آخر تقرير في الحلقة وأرجع مع ضيفي الأستاذ إسلام أمين مدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. تعد النخل من أقدم المزروعات التي عرفها الإنسان على مر العصور، وقد توارث العرب زراعتها عبر الأجيال حتى صارت التمور تعد المنتج الرئيسي في معظم الدول العربية وأحد روافد الدخل القومي وأهم أعمدة الاقتصاد لكثير من الدول لما له من قيمة غذائية عالية. ولقد كرم الله سبحانه وتعالى النخلة وحثنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نهتم بها ونكرمها ونزرعها، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون ببساتين النخيل، وكان التمر هو صديق أسفارهم وترحالهم. فاكرين موقف حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب؟ كان خد أرض حلوة قوي 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 والزراعة فيها كانت كويسة جدا. هو من حبه في الزراعة بتاعت الأرض والثمر بتاعها حب أنه يتصدق بيها، فراح يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أنا خدت أرض حلوة قوي 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 وعايز كده أخليها لله. فالنبي قال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ولما كانت النخلة شجرة مباركة ونافعة فقد قام عليها مشروعنا الوقفي الخيري في مؤسسة نبض الحياة لتكون غراسا للتنمية المستدامة بإذن الله. يا سعدك يا هناك يا فرحك لما تعمل معايا نخلة، وانت عارف انا السنة دي من غير ما ادفع تبرع فلوس راحت في المية، والسنة اللي بعدها من غير ما اخرج فلوس فلوس راحت في المسجد، وبعد 10 سنين فلوس راحت مساعدة الايتام. اوقف معايا هنا نخلة وكل سنة المنتج بتاعها يروح لنشاط جديد. كل وقف نخيل بتوقفه بكل صدقة وأجر يمتد إلى قيام الساعة. إحنا في نبض الحياة هدفنا التنمية المستدامة والخير الممتد إلى قيام الساعة اللي بيعود على أهلنا بالخير. أهلا بحضراتكم. اللي عايز يتبرع ويساهم معاك في صك النخيل بيعمل ايه؟ احنا وفرنا كل وسائل التبرع الممكنة علشان نجمع اكبر كم من النخيل، وهدفنا خدمة اكبر عدد من الفقراء والمحتاجين. يتبرع عن طريق يتصل مندوب يروح له لحد البيت ومعاه عقد وايصال، معاه عقد وايصال. مشروعنا في نبض الحياة بنسلم المتبرع العقد والايصال عشان يضمن تبرعه. الحاجة التانية، من اي مكتب بريد في مصر خصصنا حساب لتلقي تبرعات وقف النخيل، وحساب مخصص لوقف النخيل يعني ما بيتحطش فيه تبرع لأي نشاط تاني. لما يتصل دلوقتي هياخد رقم الحساب بتاع مشروع وقف النخيل، او يقدر يبعت من اي بنك على حسابنا في بنك فيصل فرع الجيزة، لكن هو ممكن يبعت من اي بنك ومن اي محافظة ومن اي قرية ومن اي مكان على حسابنا في البنك. يبقى من خلال البنك، من خلال المندوب، من خلال البريد، من خلال فودافون كاش، كل وسائل التبرع. حتى احنا على فكرة دلوقتي عندنا تبرع عن طريق موقعنا الالكتروني، ياخد الموقع الالكتروني نبض الحياة .org ويبعت التبرع اونلاين من اي مكان هيوصلنا ان شاء الله. كل دي وسائل تبرع متاحه، والوسيله الاهم منهم ان حضرتك تشرفنا في المكتب او في المزرعه. انا سعدت بالحوار مع الاستاذ اسلام امين. ربنا يبارك فيك. انا كل ما بزداد في التسجيل معاك والحوار معاك بحس شرف لي والله. قد ايه والله شرف لي والله. بحس قد ايه انت ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك لك. يبارك فيك. لانه من غير النشاط اللي اسلام بيعمله معانا احنا كنا هنقعد محلك سر بصراحه، يعني مش عشان هو قاعد قصادي والله. ربنا يبارك يا رب. ربنا يجعل العمل اللي احنا كلنا بنعمله خالصا لوجهه الكريم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم احنا بنعمل المشروع ده اول حاجه حبا في الله، رقم 2 حبا في بلدنا، رقم 3 حبا في الفقراء والبسطاء اللي نفسنا نكون معاهم. بشكرك. ربنا يبارك فيك يا دكتور. الشكر موصول لحضراتكم. اشوفكم على خير في حلقاتنا اللي جايه. السلام عليكم ورحمة الله.